نروح إلى هذا التقرير أحبتي المشاهدين من القاهرة، حيث ناقش قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية ندوة حملت عنوان دور معدي البرامج الإذاعية والتلفزيونية وكيفية تناول القضايا المتعلقة بالإرهاب والأمن القومي في وسائل الإعلام. يا سينا. نعم يا عادل، هذا المؤتمر يأتي لمواجهة التطرف الإرهابي ومواجهته عبر وسائل الإعلام وتوعية المجتمع من خطورة الانغلاق الفكري. رشا محمد من القاهرة والتفاصيل. بهدف تطوير المنظومة الإعلامية ومواكبتها مع تحولات الإعلام العصري، نظم قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية وبحضور خبراء الإعلام العرب ندوة بعنوان دور معدي البرامج التلفزيونية والإذاعية وكيفية تناول القضايا المتعلقة بالإرهاب. نحن نأتي بهذا الطرح إلى جموع الخبراء والوفود العربية المشاركة للنظر في تحدي مواجهة الهجمة الإعلامية للشبكات الإرهابية واستغلالها للإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لبث فكرها المتطرف وبث سمومها في العقول. فنحن نتحدث على أن الإعلام هو شريك في الحرب في مواجهة الإرهاب، وليس فقط جسر أو ناقل للمعرفة وناقل للخراب والدمار والمصائب التي تخلفها العمليات الإرهابية على الدول والشعوب. ناقشت الندوة إعداد البرامج الإذاعية والتلفزيونية التي هي من صميم الأدوات الإعلامية الأكثر تأثيراً للرأي العام، وبهدف إثراء العملية الاتصالية والعمل التوعوي لتحصين مجتمعاتنا وخاصة الشباب من مخاطر التطرف والانكماش الفكري في إطار منظومة إعلامية عربية تهدف إلى توحيد الرؤى الإعلامية والخطاب الإعلامي العربي. الإعلاميين عليهم مسؤولية كبيرة وأمانة، في الحقيقة أمانة الكلمة لهم دور كبير، سواء يعني من خلال رفع الوعي، من خلال مخاطبة الشباب بلغتهم أيضا اللي يفهمونها، لأن الخطاب الكلاسيكي القديم الآن لم يعد مقبول عند الشباب الجيل الحالي. فأعتقد أنه شباب الرقمنة كما يقال يعني يحتاج أنه الإعلاميين ووسائل الإعلام تكون أكثر ذكاء في احتواء هذه الجيل. هذه النواة التي أطلقنا عليها اسم حياة تهدف إلى أن نحترم الحرس القديم من محرري الصحف ووسائل الإعلام، ولكن علينا أن نستثمر في الأجيال الصاعدة من الإعلاميين، أن يستلهموا أكثر الآخر، ليس فقط شعارا أو اصطلاحا أو ندوة وحلقة رغم أهمية هذه المناسبات، ولكن في الممارسة وفي التنشئة أن يقبل هذا الإعلامي أن هناك اختلافا، هناك جهات وآراء أخرى، وأن نضع خطا فاصلا كما قلنا. السعي نحو خطوات إيجابية تخاطب العقول وتبني إعلاما مؤثرا وفعلا يبتعد عن الأفكار الهدامة وخلق أجيالا يحملون رسائل إعلامية تحمي أمن الشعوب واستقرارها، كانت من أبرز النقاط التي ركز عليها خبراء الإعلام العرب في هذه الندوة. من مقر الأمانة العامة للجامعة العربية لبرنامج صباح الخير يا عراق، رشا محمد، القاهرة.